محمود يحيى، شاب مصري 28 سنة، شغال مندوب مبيعات في شركة أجهزة طبية. عندي عجلة، العجلة بتحرك بيها يوميا في حياتي، في مواصلات بديلا يعني عن العربية أو عن الموتوسيكل. بستخدم العجلة من حوالي 3 سنين بصفة يومية. جات لي فكرة ان انا اعبر عن رأيي عن طريق العجلة في جنازة شهيد محمد الجندي. شفت واحد حاطط بانر على موتوسيكل بس كان كاتب عليه ولا يوم من ايامك يا مبارك، فاستفزتني الكلمة. طبعا ده كان في يوم يعني وفاة الجندي الله يرحمه، كانت في شهر 2 2013. اول ما شفت المنظر ده استفزيت جدا واتضايقت، وقلت انا ليه معبرش عن رأيي واقول كل اللي انا عايزه عن طريق العجلة. الرسائل اللي بتتحط على العجلة بتبقى بتعاصر مشاكل حياتية في البلد بيشعر بيها الناس كلها، او بتعاصر احداث كبيرة برضو الناس كلها بتعيش فيها وبتشغل حيز من الرأي العام كبير. بالنسبة لتحركي بالعجلة، انا زي ما قلت في الاول، انا يعني فكرة الخوف دي حاجة منتهية بالنسبة لي، لان انا الحمد لله بنزل اطالب بحقي وحق ناس كتير غيري، بلاقي تأييد من الناس في الشارع للرسائل اللي انا بحطها، سواء من سنتين فاتوا ايام الاخوان او سواء دلوقتي، في تأييد ليا في الشارع. وطبعا في اعتراض، لان يعني صوابع الايد الواحدة مش زي بعضها، ولكن الحمد لله وبفضل الله طبعا مفيش ولا مرة حصلت معايا ان اللوح اللي على العجلة، لان هي عبارة عن لوح ورقية، مفيش ولا مرة اللوحة اتقطعت بفعل فاعل، يعني حد جه اعتدى عليا او على اللوحة وقطعها، الحمد لله ما حصلتليش ولا مرة. انا بعمل ده عشان بتمنى ان بلدي تبقى احسن بلد في الدنيا في كل حاجة، وان احلام الناس اللي ماتت تتحقق، واحلام الناس اللي مسجونة ظلم تتحقق، وان هم يخرجوا من السجون. ده كل هدفي من ورا اللي انا بعمله، وان اسم مصر يبقى يليق بتاريخها ويليق بأهلها وبشعبها، لأن احنا شعب ما يستاهلش غير كل خير.